النجم الاولى عندنا معرض دولي في الرباط ومعرض دوري في الطاقه ما كانش عندنا سابقا. كان عندنا معرض دولي واحد ومعارض جهويه. دابا اليوم عندنا جوج معارض دولي في الرباط معرض دولي خصنا وبامكانيات مهمه جدا مهمه جدا. علاش الامكانيات مهمه؟ ماشي فقط الحكومه وقالت انا عندي امكانيات على الحكومه السابقه، لا، الى شركات المهنيين والاولياء والجهات والجامعات. سنتين حنا كنخدموا باش نقويو المجال ديال الكتاب، وفاش كنتكلموا على الكتاب كنتكلموا على المغاربه كلهم وكنتكلموا على الشباب والاطفال. اليوم العالم كيعرف تحديات في اطار يعني تطور ديال التكنولوجيات، وبان الاطفال في العالم ليس فقط في المغرب ولو كيهتموا اكثر بالهاتف يعني بالمجال ديال التكنولوجيات الجديده. وكان عندنا ديجا القراءه كانت ضعيفه في المغرب، ففي اطار هذه التحديات كان هناك خوف ان ما يبقاش كاع الكتاب الموجه للاطفال. ففي هذا الاطار كاين هناك تحديات كبرى اللي خدمنا عليها بما فيها الشراكه ايضا مع وزاره التعليم باش نفتحوا جميع المكاتب ديال وزاره الثقافه للاطفال في الاقاليم والجهات باش يتقربوا اكثر للكتب الموجه لهم. ثانيا اعتبرنا بان الكتاب هو خصو استراتيجيه تواصليه ديال الماركتينغ باش نقربوا اكثر واكثر هذا الكتاب للاطفال وباش ننجحوا في العمليه ديالنا. ذكروا الاخوات والاخوان قبيله يعني مجموعه ديال الاشياء اللي كنعتبرها مهمه جدا يمكننا نستغلوا حتى هذه التكنولوجيات الجديده باش نزيدوا نقربوا القراءه بمفهومها الجديد للاطفال وللشباب. وفي هذا الاطار ينخرط هذا المعرض اللي كتنظم لاول مره هنا في مدينه الدربيط، معرض دولي بقيمه كبيره وبشراكه مع الجهه والجماعه، لان لولا المساهمه ديالهم كان يمكننا ما نجحوش في هذه التظاهره. وكنعتبروها يعني اعطتنا فرصه كذلك الفاعلين في هذا المجال باش يطوروا يعني الكتب ديالهم موجهه للاطفال، وبالطبع هادشي كينخرط في مفهوم ديال الصناعه الثقافيه وخلق سوق حقيقي للاطفال للكتاب والشباب والاطفال عندهم دور في هذا المجال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.